تضيع. أنا عارف إزاي هرجعه، ومش بس حقك، حقي أنا وسليم كمان. كرامتنا اللي اتداس عليها زمان أنا هعرف إزاي أرجعها. ساعة الحساب قربت أوي يا حبيبتي، قربت أوي. لا بس ما كده اتجننت رسمي. لا أنا قلت لك يا راجل، فصلها من الشركة بالطريقة دي كان قرار متسرع جدا. البنت عنيدة ومحدش عارف ممكن تعمل ايه. بس ما توصلش للتحرش يعني. مش مهم وصلت لايه دلوقتي يا راجل، المهم نشوف المحضر اللي هي عملته ونعرف هي قالت فيه ايه بالظبط علشان نعرف هنتصرف ازاي. انت معايا مش هروح الاسم لوحدي يا راجل. قال المحامي بتاعك يعني اكيد لازم هكون معاك هناك، بس انت لازم تتكلم معايا بصراحة، وبعدين العشرة والصداقة اللي بيننا يعني يشيلوا عنك اي حرج يا اخي. قولي انت فعلا اتحرشت بيها؟ ايه اللي انت بتقوله ده كمان؟ اكيد لا طبعا. انا للاسف اتورطت معاها في علاقه، بس كل اللي بينا ده بارادتها وبرغبتها وموافقتها كمان. مفهوم. طيب يعني انتوا كان بيبقى في بينكم رسايل ممكن مثلا بتكلموا بعض على الواتساب، تعملوا شات، حاجات من دي؟ ممكن اشوف الرسائل دي؟ الرسائل دي تعتبر دليل في صالحك يا راجل. للاسف مسحتها كلها، كنت خايف اي حد يشوفها او هي تفكر تستغلها. طب ما تقلقش يلا بينا. هشام ارجوك ننسى، ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. الموضوع ده لو وصل لالهام هتحصل مشاكل كبيره، واحنا اوريدي الايام دي في مشاكل كتير. من غير ما تقول يا راجل انا مش هجيب لها اي سيره عن الموضوع. يلا بينا. مش متخيله انا زعلانه منك ازاي على فكره. سهر انا بقيت اضايق الناس من غير مقصود. طب انت عارفه ان انا ومروان سيبنا بعض وانت ما كلمتنيش حتى وسالتي عليا. والله انت مش فاهمه، انا تعبانه قوي الفتره دي، مش عارفه اركز ولا في حد ولا في اي حاجه. ايه مالك ضايقك ولا ايه؟ لا خالص مش مالك، عندي شويه مشاكل في الشركه. طب انت عرفتي ان ليلى لفت على مروان؟ عرفت. طب وايه رايك في الموضوع ده؟ انت هتسيبيهم كده؟ ما انت عارفه مروان يا اروى اي حاجه هقولها له دلوقتي هيعند. اه فاللي هو يأذي نفسه عادي يعني، وفي الاخر يروح يتجوز اللي اسمها ليلى دي ويضيع مستقبله، ولما يجي فوق يفتكر ان هو ضيع مستقبله يقول انا ضيعت مستقبلي. لينا بليز اتكلمي معايا، انت اكتر واحده هو بيسمعها. لو اتكلمت معايا اروى انت عارفه دماغه ناشفه ازاي، هيحس ان كلنا عليه وهيعند اكتر. وبصراحه كده انا مش عايزه اي كلاش يحصل ما بيني انا واخويا. يعني انت مش معترضه على الريليشن شيب ما بين ليلى ومروان دي؟ مش فاهمه قصدك. انا حاسه ان الموضوع مش فارق معاكي اصلا، ولا كان مروان ده اخوكي الصغير اللي انت مربيه. اروى انت عارفه مروان كويس، انا بس بحاول احط نفسي مكان ليلى. مش متخيلين الناس ما تقبلنيش او ترفضني مجرد ان انا فقيره او مستواي اقل من مستواهم. وهي مش من مستواه ولا عمرها هتكون من مستواه، تروح تدور لها على واحد بقى من مستواها. وبعدين يا لينا انا عايزاكي تشوفي لي حل، مش تقعدي تقولي لي صعبانه عليا. تمام يا اروى انا هتكلم معاه. حاضر، بس بصراحة ما وعدكيش ان انا هجيب لك نتيجة للموضوع بتاعك ده خالص. انا ما بقاش اصلا ليه تأثير على مروان زي الاول زي ما انت فاكرة. بصي يا لينا، واضح ان المشاكل اللي في الشركة مخليكي داون. سوري انا اسفة، بس انا بجد بجد انا مكتئبة قوي، وانت الوحيدة اللي هتساعديني وتقفي جنبي. دلوقتي الأنسة بسمة قدرت تتهمك بمحاولة التحرش بيها جسديا أكتر من مرة أثناء تأدية وظيفتها معاك كسكرتيرة لمكتبك، وإنها تعرضت لمحاولات ابتزاز مستمرة كنت بتساومها فيها ما بين إقامة علاقة جسدية معاها أو إبقاها على وظيفتها. ردك إيه على الاتهامات دي؟ مفيش أي حاجة من اللي قالتها دي صح. أنت رفضت الأنسة بسمة من الشركة؟ حصل. هي بتقول إنك رفضتها لأنها رفضت تقيم علاقة جسدية معاك. أنا رفضتها علشان غلطتها كتير في الشغل، وأنا حذرتها كتير من الموضوع ده. وده هيخليك ترفدها بدون ما يتم إخطارها قبلها بمدة حسب النص اللي بينص عليه القانون؟ والله في القرارات اللي زي دي بنراعي مصلحة الشركة. هي لو شايفة إن وقع عليها ضرر ممكن تشتكي في مكتب العمل، مش تتهمني بالتحرش. واضح يا فندم إن الأنسة بسمة قدمت شكوى كيدية عشان تنتقم لنفسها بسبب وقعة رفضها من الشركة. يعني انت مصر ان علاقتك بالانسه بسمه هي علاقه عمل مش اكتر؟ بالظبط كده يا فندم،
علاقة مدير شركة بالسكرتيرة بتاعته. طيب و ايه رأيك في الصور دي حضرتك؟ اتفضل. واضح جدا يا فندم من الصور ان العلاقة ما كانش فيها اي نوع من الإجبار او الابتزاز. ده لو كانت اتصورت الصور دي بإرادتها. انا هحاول الموضوع للنيابة وهي اللي تفصل ما بينكم وتحقق في الواقع. اتفضل لو سمحت مديري هنا. بتعمل ايه؟ ما تتصلش بيها تاني. ما تتصلش بيها؟ انا عايز اروح اجيبها من شعرها عشان تتنزل عن البلاغ الزفت ده. راجي احنا ما نعرفش البنت دي ممكن تكون ناويه تعمل ايه بالظبط، فبلاش تعمل حاجه ممكن تستخدمها ضدك بعد كده. هتوصل لايه تاني؟ ده وصلت للنيابه يا هشام. راجي ممكن تسيب لي الموضوع ده خالص؟ انا هروح اقابل البنت دي انا وهي لوحدنا من غير ما تظهر انت في الصوره. حاول اقناعها تاخد لها قرشين تتنزل عن البلاغ ونعمل صلح في النيابه. تاخد اللي هي عايزاه بس اخلص من الموضوع ده قبل ما يوصل الهام. مساء الخير يا عمي. مساء الخير يا كمال، ازيك؟ الله يخليك. فاضي حضرتك نتكلم شويه؟ قوي. ايه عندك اخبار جديده؟ طبعا. فاكر حضرتك الضابط اللي انا قلت لك انه كان ماسك قضيه السرقه؟ كلمني النهارده. قال لي انهم لقوا عربيه الشركه اللي كانت مسروقه. طب ده خبر كويس قوي. لقوها فين؟ لقوها في حته مقطوعه جنب طريق اسكندريه الزراعي. طب وقال لك حاجه تانية؟ مين اللي سرقها يعني؟ لا هم لغايه دلوقتي بيرفعوا البصمات. طب وراجي او اي حد من الشركه خد خبر للموضوع ده؟ لا يا عمي، المفروض ان الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده محدش يعرفه دلوقتي. الراجل كلمني بصفه وديه. احنا كمان من مصلحتنا انه يفضل سر بينا، لان انا مش عايز فريد ياخد احتياطاته. على قد انا مبسوط ان قربنا نوصل لحاجه نتهم بيها فريد، على قد ما انا خايف ان راجي يطلع شك فيه في محله ويبقى متورط معاه. جيت للحق يا عمي، انا عن نفسي بقالي فتره طويله عندي شكوك حوالين طريقه اداره راجل الشركه، بس ما كنتش بقول لحضرتك. اولا لان ما عنديش دليل، ثانيا لان انا عارف قد ايه انت بتحبه وبتثق فيه. انا بحبه وبثق فيه لأنه بيحب بنتي ووقف جنبها. ولحد النهارده أنا بقول إن أهم ميزة في راجي إن الحب والاهتمام اللي كنت بشوفه في عينيه من أيام ما كان موظف صغير عندي في الشركة لبنتي إلهام هو نفس الحب والاهتمام اللي بشوفه لحد النهارده. للأسف يا عم، راجي الموظف الصغير المجتهد حاجة تانية خالص غير راجي مدير الشركة اللي ما بقاش يعرف غير الفلوس والمكسب. ربنا خايف ظننا ويطلع ملوش دعوه بموضوع السرقه ده. ايه احنا هنضرب من كده؟ يلا تعالى نشرب حاجه. اتفضل. الهام ممكن تفتحي؟ انا محتاج اتكلم معاك يا الهام. ايه بابي واقف كده ليه؟ في حاجة؟ لا مفيش، أصل مامي نايمة ومحبتش أزعجها. أنا هروح أنام في أوضة جدك. هو أنتوا متخانقين؟ حاجة زي كده. أنت قلت لها على حوار بسمة؟ أنا ما قلتلهاش، هي اللي عرفت. أمال مين قال لها؟ إيه ده؟ بتقولي موقفكوا كده؟ مفيش، اصل انا عندي برد وخايف اقعد يا مامي، فهبات في اوضه جدك اليومين الجايين دول. برد ايه؟ ما انت زي الفل قدامي اهو. مروان انا مش فايق لك، تصبحوا على خير. هو ايه اللي بيحصل؟
انا اللي عايزه افهم ايه اللي بيحصل بينك انت واروى ده اخرته ايه؟ البنت هرتني يا مروان اتصالات ومسجز كل شويه. انت امتى بقى تبقى راجل وتواجه؟ اواجه لينا؟ انا لو ما كنتش راجل كنت سبتها متعلقه بيا وانا ما بحبهاش، لكن انا مش هعمل كده. الموضوع اللي بيني وبين اروى اتقفل خلاص وانا مش هفتحه تاني. يا مروان اروى من وهي صغيره ولا عرفت ولا حبت حد غيرك. البنت عندها شوك من اللي حصل، لو عايز تسيبها سيبها بس مش بالطريقة دي. ما هي دي المشكلة، أنا لو ما كنتش عملت معاها زي ما أنا عملت كده كان هيفضل عندها أمل إن إحنا هنرجع تاني، وأنا خلاص المرة دي مش ناوي أرجع في قراري. بس بعد كده بقى لو شالت الموضوع من دماغها أكيد هنرجع صحاب تاني. أنا داخل أوضتي. عايز اتكلم معاكي في موضوع يهمني ويهمك. انت مين اللي سمح لك اصلا ان انت تدخلي هنا؟ اتفضلي اطلعي بره. مفيش داعي خالص للعصبيه، الانفعالات دي مش حلوه عشانك، وبعدين احنا ما صدقنا ان صحتك اتحسنت. واضح ان انت ما بتسمعيش، انا بقى هجيب لك اللي يطلعك بره. بقول لك ايه، انا مش هخرج من هنا لما اقول كلامي كله. الكلام اللي انا بقوله ده يهمني انا وانت وراجي، صدقيني مش من مصلحتك خالص ان اي حد تاني يسمعه. بص يا إلهام، أنا مش هطول عليكي وهجيب من الآخر. أنا وراجي بنحب بعض قوي، وطبعا العلاقة دي مش من يوم أو من يومين، أنا وراجي بنحب بعض من سنين. وبيني وبينك بقى، أنا ضحيت بكل حاجة عشان خاطر راجي، عشان عارفة ومتأكدة إن هو بيحبني قوي، زي ما انا عارفه ومتاكده بالظبط ان هو عمره ما حبك في يوم من الايام. بس طبعا زيه زي اي راجل هيخاف يواجهك، ومش خوفا عليكي لا سمح الله، لا خوفا على منصبه في الشركه وعلى اسمه، لان هو عارف ومتاكد ان انتي والشركه باكج كده على بعض. طب اسمعي بقى، اللي انتي مش قادره تواجهيه، راجي بيحبني وطول عمره بيحبني، وزي ما انت قلتي زيه زي اي راجل هيلاقي واحده زي كده مش هيقول لا، بس في الاخر هيرجع لمراته اللي بيحبها ولبيته ولولاده. الهام ما تضحكيش على نفسك بقى اكتر من كده، انت عارفه ومتاكده ان انت عايشه مع راجي في كدبه كبيره قوي، بس لما الكذبة دي تتكشف وانت تفضلي برضو عايشة فيها يبقى معلش يعني كرامتك هانت عليكي قوي قوي قوي. هنشوف مين فينا اللي هيضحك في الآخر. هنشوف. كويسه؟ كويس. ليه؟ ليه ايه؟ انا بعت لك اكتر من 4 ميلات ما رديتيش على ولا واحد فيهم. سوري ملك، I didn't check my mail. موضوع بس ما ده لسه مضايقك. ما خلاص بقى، ما هي غلط من الشركه وكل حاجه بقت كويسه. فعلا كل حاجه بقت كويسه. انت عارفه ايه اللي خرجك من الحاله اللي انت فيها دي؟ ايه؟ الخطوبه. لينا احنا لازم نحدد ميعاد. ماما وبابا بيسالوني كل شويه وانا مش عارف اقول ايه، عمال اتحجج والحجج خلصت. لازم ناخد خطوه. اي مالك، بس الوقت مش مناسب خالص. والوقت المناسب ده هيبقى امتى؟ لينا ما هو لازم احس ان انت كمان عايزانا نبقى مع بعض،
مش معقول دايما انا اللي ببذل مجهود عشان اقرب منك. مالك ما انت عارف الحوارات اللي انا بمر بيها، كل ما اطلع من حاجه يحصل لي حوار تاني. خلاص خلينا نحدد ميعاد الخطوب كمان شهر. كويس كويس جدا. طب انا هقول لماما تكلم طنط الهام ويتفقوا مع بعض على كل التفاصيل. ايه يا حسن، انا محتاجه اتكلم معاك، لازم اشوفك. لا لا بلاش الشركه، بقولك انا هبعت لك لوكيشن بتاع كافيه كده، تعالي لي عنده. تمام يا فندم. ما هي دي خطوبتهم، هما لازم يقرروا يعملوها فين. بس طبعا لو حضرتك والدكتور صفوت عندكم المكان يا ريت تقولوا لهم هما يروحوا يشوفوه. طب بقول لحضرتك، اصل انتي بتكلميني وانا في الجمعيه وهم عايزيني ضروري، فهضطر اقفل دلوقتي واكلمك بالليل. خلاص يا فندم ان شاء الله، مع السلامه. اتفضل. ازيك يا الهام؟ الله الله، مالك في ايه؟ مفيش. مفيش يعني ايه؟ أول مرة أشوفك في الحالة دي. قلت لك مفيش، عايزة أبقى لوحدي. طب اهدي، أنا ممكن أمشي على فكرة لو ده يريحك، بس أنا مش عايز أسيبك وأنت في الحالة دي. إلهام، أنت محتاجة حد جنبك مش كده؟ فضلك قومي امشي، انا عايزه ابقى لوحدي. حاضر همشي، بس تحتاجي معايا نروح نقعد في اي حته. انت محتاجه تخرجي من هنا تشمي شويه هوا، ايه رايك؟ يا نهار اسود بسمة، انا مش قادره اصدق لحد دلوقتي اللي بابي عمله ده يا حسن. مش بس خيانه لمامي، ده خيانه لي انا كمان، خيانة للصورة اللي أنا رسمها له في خيالي طول السنين دي. أنا عمري ما هعرف أثق في راجل تاني. طب ممكن بس تهدي شوية؟ أكيد الموضوع ده ليه حل. إزاي؟ مش كل الرجالة خاينة يا لينا. هو أكيد بيحب مامتك، ما بيحبش غيرها، وهيلف يلف ويرجع لها في الآخر. خلي بالك، الرجالة زي الستات على فكرة، عندهم قلب واحد بيحبوا مرة واحدة، قلبهم بيدق مرة واحدة برضو. طب اعمل ايه يا حسن؟ مش عارف، بس ما تديش فرصة لأي حاجة انها تخليك تكرهي باباكي. ده مهما كان برضو باباكي وما ينفعش تكرهيه. وخلينا برضو نشوف مع بعض كده حل عشان نخبي على ماما الموضوع ده، مدام الهام يعني، عشان ما تتعبش تاني. أنا لو فضلت طول اليوم ما بعملش أي حاجة غير إني أبص لك، مش هبقى عايز أعمل أي حاجة تانية. أنا آسف، حقك عليا. أنا عارف إنك أنت ما بتحبش تسمعي الكلام ده، بس على فكرة أنا هنا عشان أحاول أساعدك وأخرجك من اللي أنت فيه، مش عشان أضايقك. مش عاوزة تتكلمي، مش عايزة تقولي لي ايه اللي مضايقك موصلك لكده. مش قادرة اتكلم. ما انت لازم تحاولي وتدي فرصة للناس اللي حواليك انهم يساعدوكي. متهيأليش ان حد يقدر يساعدني في المشاكل اللي انا فيها. حتى ولو تساعدي نفسك وتتكلمي، لما الواحد بيتكلم مع حد قريب منه يرتاح. لما تبقى المشاكل ملهاش حل
يبقى ملوش لازمة ان احنا نتكلم عنها او نحكي لحد عليها. الدنيا ما بتنتهيش لما مشكلة أو أزمة بتحصل، وده مش معناها أني أنا بقولك أنك ما تزعليش أو أنك تاخدي وقتك عشان ترجعي طبيعية زي الأول، بس لازم يكون عندك أمل. يعني أنا قدامك أهو، يمكن أكبر أزمة عديت فيها في حياتي ساعة لما مراتي الله يرحمها توفت. حاسس ان الدنيا انتهت، ما كانش في اي حاجه ليها اي معنى. انا كنت بصحى كل يوم الصبح بسال نفسي امتى الوجع ده هينتهي، امتى هرجع اقدر اعيش حياتي زي باقي الناس. ما اكدبش عليك، الموضوع خد فترة لغاية ما اكتشفت اني كل حاجة بتعدي، واني اقدر اني اعيش حياتي وابتديها من اول جديد. يمكن انت عشان كنت عايز ترجع عشان كده قدرت. وانت كمان يا إلهام لازم تبقي واثقة انك هتقدري. يعني مهما كانت الظروف والمشاكل اللي انت حاسه ان دلوقتي ملهاش اي حل، هتقدري ترجعي لحياتك وتعيشيها انت مبسوطه. انت ما تستاهليش غير انك تبقي عايشه مبسوطه. شتي قوي على كلامك المشجع ده، بس انا الحياه تعبانه محتاج اروح. حاضر. وراجي ما جاش معاك ليه بقى؟ المفروض هو اللي يجي ويتكلم، ولا خايف؟ ازيك الاول يا بسمة؟ ثانيا راجي مش خايف ولا حاجه، راجي بيعتبرك خرجتي من حياته ومش عايزك باي شكل من الاشكال تظهري فيها تاني. وبعدين انا موجوده اهو عشان اخلص موضوع البلاغ بسهوله كده. وانت مين قالك بقى اني هوافق على الكلام ده؟ العرض اللي انا جايبه لك هيخليكي توافقي يا بسمه. راجي وافق يكتب لك شيك بمبلغ محترم جدا، تقدري تعتبريه مكافاه نهايه خدمه او تعويض عن الفترة اللي انت هتقعديها في البيت لحد ما تلاقي شغل تاني. وفي نظير المبلغ ده هتتنازلي عن البلاغ، والصفحة اللي بينك وبين راجي هتتقفل ومش هتتفتح تاني أبدا. الصفحة اللي بيني وبين راجي؟ لا، هي الصفحة اللي بيني وبين راجي مش هتتقفل خالص، علشان ببساطة أنا وراجي بنحب بعض. الكلام ده مش مظبوط يا بسمة، لأن راجي بيحب مراته وولاده، وأي حاجة بتأثر على صورته قدامهم بيتنازل عنها في منتهى السهولة. فكري كويس في العرض اللي أنا جايبه لك يا بسمة. العرض ده مش هيستنى كتير، ده غير إن البلاغ اللي أنت حاطة أمال كبيرة قوي عليه كده كده هيتحفظ لعدم كفاية الأدلة. لا، أنا مش محتاجة أفكر، لأني مش هتنازل عن البلاغ وهكمل في القضية. وعايزاك تبلغ راجي إن موضوع البلاغ ده حاجة كده لعب عيال بالنسبة للي أنا محضره له، وانه لو مرجعش كل حاجه ما بيننا زي الاول واحسن، انا تحت ايدي اوراق هتوديه في 60. اوراق ايه يا بسمه؟ لا، افضل لما يجي بنفسه بقى ابقى اوريها له. معلش انا اسفه، كان عندي حاجات كتير. ايه بقى جايبني ليه على مروشي؟ مفيش، كنت عايز اشوفك. يا سلام، بس كده؟ مش عايز اعطلك اكتر من كده. يلا ارجعي. في ايه؟ رامز انت اتضايقت مني ولا ايه؟ هو احنا لحقنا نقف يا ابني عشان تمشي؟ انا مفيش حاجه، بس انا مش عايز اعطلك اكتر من كده. هبقى اكلمك لما تبقي فاضيه. ثانيه واحده، انا فاضيه
انا فاضي. باباك حصل له حاجه؟ هو كويس صح؟ كويس. ساره هو انت نفسك تكملي معايا؟ رمز هو انت اللي بتوقع قلبي. انا مش حامل الطريقه دي ابدا على فكره. ساره انا انسان فاشل وعاجز، رجلي مربوطه في الارض، هي دي الحقيقه. انا اي سكه ماشي فيها كانت بتتقفل، اي حاجه كنت عايش لها بتروح مني. انا مش عارف اخد حقي يا ساره. انا عاجز حتى ان انا اكون معاكي. لا مش فاهمه حاجة. هو انت قصدك ايه بكل اللي انت بتقوله ده؟ انا بحلك من اي وعد كان في يوم من الايام بيني وبينك يا ساره. ساره انا بحبك جدا، بس لغايه دلوقتي مش قادر اخد خطوه واحده بس في سكه جوازنا. كل الظروف ضدي. لو كل الظروف ضدك فانا جنبك وبحبك ومش هسيبك مهما حصل تحت اي ظرف. ممكن بقى تفكها شويه؟ يلا تعالى معايا. فين؟ نحضر القداس والمره تشيل الهموم اللي على قلبك دي. خليها في وقت تاني يا سرعه. انا انت ايه بس؟ يلا يلا. لا استنى اجي معاك. ايه اللي جاب اروى؟ هي عزمتها زي ما عزمت اي حد، بعدين هي اول مره تيجي عيد ميلادي يعني. هاي اروى. هاي. هو انتوا مرمطين في بعض ولا ايه؟ وحازم مش جاي مع دليل ده ولا ايه؟ مش عارف. لا ما افتكرش. طب مش كفايه رقص؟ وانت مالك؟ تعالي معايا، تعالي معايا كفايه رقص. سيب ايدي، انا مش هاجي معاك. فيها مروان ما تسيبها. خليك في حالك انت. ايه تعالي. بس ايه يا مارو؟ في ايه؟ في ايه؟ اهدوا يا جماعه. تيجي معايا؟ ها هتيجي معايا؟ لا تمام ماشي. استنى بس يا حازم. حازم يا عم ليه بس انت اجريسيف كده؟ عادي يا جماعه احنا بنرقص عادي، ما حصلش اي حاجه. اوكي يا حازم. ايه بقى اللي انت عملتيه ده؟ ما انت السبب. انا اللي قلت لك ترقصي معاه كده؟ ما انت اللي سبتني يا مروان، وانا من ساعتها بحاول اعمل اي حاجه عشان انساك. انا بقيت اعمل حاجات مش طبيعيه، بحاول انسى الطريقه اللي انت خرجتني بيها من حياتك. انت هاملني زي ما يكون ولا كان كان في حاجه ما بيننا. انا على فكره المشكله مش فيك انت، المشكله فيا انا. احنا كان لازم نسيب بعض، ولو كنا كملنا كنت احس ان انا بظلمك معايا. يعني هو انت كده مش ظالمني؟ مروان عشان خاطري، عشان خاطري اديني فرصه كمان. وانا مش هعمل اي حاجه تضايقك، مش هقول لك ما تخرجش مع بنات، مش هسالك انت رايح فين جاي منين، مش هعمل اي حاجه. بس اديني فرصه نكون مع بعض عشان خاطري. طب يعني طب ناخد بريك شهر شهرين اي حاجه؟ انت على طول كنت بتعمل كده. مش هينفع المره دي. احنا لو رجعنا هحس ان انا بضحك على نفسي وعليك.
روان المرة دي أكتر مرة أنا متأكد فيها إن إحنا ما ينفعش نكمل مع بعض. طب أنا ممكن أطلب منك طلب؟ ممكن أقضي معاك الليلة دي؟ صدقني أنا مش هطلب منك أي حاجة ومش هنتكلم في أي حاجة فاتت. الليلة دي بس عشان خاطر. ممكن؟ أحلى كسلة أحلى موري في الدنيا ولا إيه؟ ايه ده؟ اشرب. ايه ده؟ اشرب بس. ودي بقى روح صب لنفسك. بعد مناهدة وكلام مع الأولاد قدرت أقنعهم يجوا معايا الجامعية ولسه بنلف وهنتحرك. ها انجزي عينك ما تشوف إلا النور. تلاتة من إخواننا البعض اللي بيسرحوا العيال طلعوا عليا والراجل فتح عليا مطوة. لهوي أنا قلبي كان هيقف من الخوف. صرخت ولاد الحلال اتلموا وهم طلعوا يجروا. الحمد لله الحمد لله. طب والعيال؟ لا عيب عليكي خدتهم معايا طبعا. يا قلبك يا لولا وجاي عليكي بإيه الهم والغم والأكشن ده كله؟ ده شغلي. بلا شغل بلا زفت. سيبيه. والنعمه يا ناهد لو عليتي صوتك لا هكون رازعه المخده دي في وشك. انا مصدعه ودماغي قد كده. خلاص خلاص سيبيه سيبيه. قلت لك ما ينفعش لاسباب كتير. اسباب ايه اللي تخليكي رامي نفسك في التهلكه كده؟ انا فعلا بحب شغل الجمعيه وحاسه اني بعمل حاجه كويسه جدا للاطفال دول. ثانيا انا باخد فلوس مش بطاله خصوصا بعد ما سبت شغل مدام نانسي ولحد ما شركه الدعايه والاعلان يقولوا لي اذا كنت معاهم ولا لا. ثالثا بقى وده الاهم مدام الهام بتعتمد عليا في شغل الجمعيه وانا ما اقدرش اقصر رقبتها. طبعا ما ينفعش اقصر رقبه حماتك. هو انت مش هتتلمي؟ بس بقى لا يعني لا ماسكه التليفون ولا بتتكلمي مع مروان. والنبي يا نهى تسيبينا لوحدنا شويه. بتكلم مع مروان؟ وحشتيني قوي يا مروان. وقرفاني زي كل يوم وقت النوم. لعله خير ان شاء الله. ايه يا بنت السخافه دي؟ مروان في عيد ميلاد صاحبه لؤي. لا والله ما رحتيش معاه ليه؟ عادي يعني انا لما كنتش عايزه. في بنات؟ اكيد في بنات. ما تروحيش معايا هبله. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ سايبه الراجل بتاعك فريسه سهله البنات عيد ميلاد صاحبه. انا واثقه في مروان. واثقه ان لو قدامه 100 بنت ولا هيأثروا فيه لاني جواه لانه بيحبني انا. قومي يا نادي يلا نامي بطلي هبل. انام وهبل؟ ده انا برضو كانت الخيبه يا ليلى. قومي تصبحي على خير وانتي من اهله. قادرة أجمع بس
اخر حاجه انا فاكراها ان احنا خدنا درينكس وقعدنا نرقص كتير وانت قعدت تقولي كلام حلو كتير. طب بقولك ايه يا اروى بقى، مش معنى ان احنا قربنا من بعض شويه يبقى احنا رجعنا لبعض. ها